محام بدأ حياته السياسية في حزب الوفد، ثم ما لبث أن انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين وانخرط في تنظيمه. بعد سنوات عدة من المراجعة قرر أن يغادر القفص الإخواني عن شديد قناعة، وتمسك بموقفه ورفض العودة إلى الجماعة بشكل قاطع. ألف العديد من الكتب عن خفايا الإخوان على اعتباره كان من القياديين المؤثرين في الجماعة، والأهم في هذه الكتب الكشف عن الكثير من أسرار المعبد الإخواني. سأكشف عن عمرك. عندما بلغت سن العاشرة كان في هناك حدث جلل في مصر، سمي الهزيمة، سمي النكسة. كيف تلقف الطفل ثروة هذا الحدث الجلل؟ شوف، طفل ثروة كان قبلها عايش، ووقتها عايش في بلد اسمها إنشاص. إنشاص في محافظة الشرقية كان فيها مطار حربي، وكان فيها المفاعل النووي اللي كان عبد الناصر كان اتفق مع الاتحاد السوفيتي وقتها على إنشاءه. كان جه خروشوف مصر وزاروا المنطقة، وكان قبلها الطفل ثروت في سنواته الأولى في ابتدائي وقف مع التلاميذ بتوع المدرسة عشان يستقبلوا جمال عبد الناصر والرئيس خروشوف. فكان المشاعر الوطنية موجودة عند مش ثروت وبس، وجيله وأجيال أصغر منه كمان. وكان قبلها حصل وحدة ما بين مصر وسوريا، بقى اسمنا الجمهورية العربية المتحدة، وكان الولد ده يقف في المدرسة لتحية العلم: تحيا الجمهورية العربية المتحدة. دي مشاعر شكلت الوعي الوطني الأول. فكنا مثلا نقول على جلدة مائير أغاني عليها، و هنضربك يا إسرائيل وهنحرقك يا إسرائيل. ودي كان ففجأة في 67 كانت إنشاص، مطار إنشاص انضرب. ثمة حدث جلل وقع في مصر عندما بلغ الخرباوي العاشرة من عمره، وأقصد بالحدث هزيمة أو نكسة 1967. بالمناسبة الحديث عن عبد الناصر، أنت كما قرأت في سيرتك درست في مدرسة لجمال عبد الناصر في المرحلة الثانوية، لكنك لم تصبح ناصريا. يعني لفتني هذا الأمر من كلامك الآن، أنه في محبة خاصة لعبد الناصر، درست بالمدرسة اسمها جمال عبد الناصر، لكنك لم تصبح ناصريا. هو بص، أنا بعتبر الآتي: أنه جمال عبد الناصر تجربة كان لها زمانها ووقتها، وكان زعيم له أعمال عظيمة وله أخطاء أيضا، وكانت بعض الأخطاء عظيمة. فبالتالي مسألة أن يتحول كل واحد فينا إلى شخصية سلفية، بمعنى إحنا بنعيب على السلفيين إن هم بيقولوا إنما المجد كان للأوائل. طب ما إحنا نبقى إحنا كمان نصنع مجد خاص بينا وأفكار خاصة بينا وفق الواقع بتاعنا والزمن بتاعنا. جمال عبد الناصر وفق زمنه كان رمز من رموز التحدي، ممكن تاخده كملهم، لكن تدرس تجربته
لكن لا يمكن أقول أنا ناصري، أي أنني أريد أعيد التجربة الناصرية مرة أخرى، لأن مش هتنفع. فبالتالي أنا ليا رؤية خاصة بيا، ولذلك أنا عملت كتاب عن جمال عبد الناصر اسمه هل كان عبد الناصر إخوانيا؟ لأن أنا لاحظت أنه زي ما يكون في شوال في كيس قطن، وكيس القطن ده كتير من المؤرخين والكتاب والأدباء بياخدوا من كيس القطن ده ويغزلوا حكايات وقصص، وصارت أمر ممجوج يعني. فيتقال إن جمال عبد الناصر بايع الإخوان، جمال عبد الناصر كان إخوانيا، جمال عبد الناصر ترك الإخوان. الحقيقة الفكرة دي لما قعدت يعني أعمل استقصاء تاريخي ليها وتحليل تاريخي ليها وصلت إلى نتيجة إلى أنه لا يمكن أبدا أن يكون جمال عبد الناصر في أي وقت من الأوقات إخوانيا. ثروت الخرباوي يختار دراسة الحقوق، الدافع هو الحقيقة أنا كان قدامي عدة خيارات، كان قدامي كلية الإعلام، وكان قدامي كلية الأداب، وكان قدامي كلية الحقوق، وكنت أستطيع أن أختار أي من أو أي من هذه الكليات، لكن أنا فضلت كلية الحقوق، قلت لأنها الكلية اللي بتعلم الإنسان الحياة، العلوم اللي فيها على حسب ما عرفت من السابقين عليا بتدي للإنسان سعة أفق، بالإضافة إلى أن أسرة والدتي كتير منهم يعني يعملوا في مجال القضاء ومستشارين في القضاء وكده، فبالتالي أنا تأثرت ببعضهم وتأثرت بفكر بعضهم القانوني، وكان في نماذج رائعة جدا يعني، شخصيات أنا حتى كتبت عنها من أقاربي من رجال القانون، فيمكن ده كان سبب من الأسباب يعني. كان لابد للخرباوي في سنين شبابه الأولى الانخراط في حزب سياسي، واختار حزب الوفد أولا ثم انضم إلى صفوف جماعة الإخوان المسلمين. بالنسبة لحزب الوفد كان له قصة طبعا، أنا صلتي بالإخوان كانت سابقة على حزب الوفد، لكن اللي حصل أن أنا أول ما اشتغلت في المحاماة اشتغلت في مكتب أحد المحامين الكبار يمت لي بصلة قرابة، الأستاذ محمد علوان عليه رحمة الله، وكان مساعد رئيس حزب الوفد، وكان من الرجال القريبين جدا من فؤاد سراج الدين وقتها، فكنت أذهب معه. فكان فؤاد سراج الدين شخصية تحب أن تنظر إلى من حولها ويختار يقول ده شخص فاعل مؤثر أو فكنت أنا وأحد أصدقائي من مكتب أستاذ محمد علوان اسمه الأستاذ سيد حامد، أصبح من الرموز القانونية الكبيرة في قطاع البنوك فيما بعد، كنا ندير حوارات كثيرة مع فؤاد سراج الدين ونسأله عن أيام الملك فاروق وأشياء كثيرة متعلقة بالمعاهدات السياسية التي كانت في فترة ما قبل الحقبة الناصرية. فؤاد سراج الدين لما وجد أن الحوارات يعني لاقت إعجاب له، كانت حوارات شخصية يعني، فطلع من مكتبه الذي كان مكتب فؤاد سراج الدين كان بيبقى عليه أطنان من الكتب محطوطة، وما كانش بيقعد ورا مكتبه، كان بيبقى قاعد قدام مكتبه، فراح مطلع استمارتين وقال لي امضي الاستمارة دي، وقال لصديقي سيد امضي الاستمارة دي، وأنا اللي هوقع عليها بالموافقة على ضمك للحزب شخصيا. فاعتبرتها من النقاط اللي من الممكن أن تسجل في تاريخ الواحد، فوقعت على الاستمارة بالانضمام لحزب الوفد، لكن وقتها أنا كانت لي صلتي بالإخوان. شو اللي جذبك للإخوان؟ بص، في الفترة دي كان بدأ الإخوان يخرجوا من السجون بالاتفاق الذي حصل مع أنور السادات، وبدأت الصحف تكتب عن جماعة الإخوان. أنا طبعا يعني معنى أن أنا كنت أول مرة أسمع، لا أنا كنت عارف أن فيه إخوان أو دخلوا في صراع مع جمال عبد الناصر وسجنوا، لكن التفاصيل كنتش أعرفها، خصوصا أنه المعلومات دي التي وصلت لي كنت وقتها في فترة جمال عبد الناصر، يعني أنا كنت في أولى إعدادي يوم ما جمال عبد الناصر توفاه الله.
فبالتالي كنت أسمع عنهم، لكن مين هم؟ ابتديت أقرأ الكلام اللي في الصحف، قال إنه دي كانت جماعة متحدة، إن دي جماعة عايزة ترفع راية الإسلام، إن دي جماعة جمال عبد الناصر وقف ضدها لأنها كانت تريد أن تطبق الإسلام. كأنه الواحد حصل له ازدواج في الشخصية، الله جمال عبد الناصر اللي أنا بحبه، واللي أنا يعني في 67 لما تنحى طلعت مع الناس أطفال وكبار ورجال، بس هي حالة عاطفية، حالة عاطفية فكانت. وبعدين بدأت الكتب بتاعت الإخوان عن تعذيبهم، كتاب زينب الغزالي اللي اتكلمت عن إنها تعذبت في السجون، ما تقدرش تدرك هذا الكتاب أثر في أجيال كثيرة وأثار حالة من التعاطف الشديد. فالمسألة لم تكن تأثرا بفكر، ولكن كان تعاطف مع الضحية، تعاطف، والإنسان بطبيعته يتعاطف مع الضحية دائما. فصورت لنا جماعة الإخوان في هذه الفترة على أنها ضحية. أستاذ ثروت، في تقارب، في تشابه بين حزب الوفد وحزب الإخوان؟ لا إطلاقا. يعني بالعكس، على طرفي نقيض. وحتى يعني لما تيجي تقرأ في التاريخ، أنا عم بحكي من تجربتك أنت، هذا الانتقال من الوفد إلى الإخوان، يعني عرفت؟ لا أنا برضو يعني نقطة عشان تكون معروفة، أنا لم أنتقل من الوفد إلى الإخوان. أنا كنت في الإخوان، وفي ذات الوقت وأنا في الإخوان وقعت استمارة عضوية للوفد. إلا أنه انتمائي للإخوان وعضويتي في الإخوان كانت عضوية سرية مش معروفة، محدش يعرفها. من غير الملحوظ في سيرة الخرباوي التفاعل في الأنشطة السياسية والنقابية، فما هي نظرته إلى تلك الفترة؟ ثروة الخرباوي من منظار اليوم، كيف تقيم العلاقة بين نظام مبارك والإخوان؟ علاقة نسب؟ لا لا، مش علاقة نسب، زواج عرفي. زواج عرفي مش زواج رسمي. والزواج العرفي في ملمح هنا انه زواج سري، يعني تتم صفقات سرية، يتم تحالفات سرية. اديني اصواتك في الانتخابات وانا في القضايا دي همسك شوية قضايا، لتعلم وليعلم الجميع ان كثير او كل، ليس كثير، كل القضايا التي كانت ضد الإخوان في فترة حسني مبارك كانت تتم بالاتفاق مع القيادات العليا المؤثرة في جماعة الإخوان، وكان يتم الاتفاق على مدة السجن اللي فيها 3 سنين و5 سنين، وكان يتم الاتفاق على أعداد الأعضاء في البرلمان هتدخلوا المرة دي كذا. في مقابل إيه؟ في مقابل هديك مهر مقدره كذا، وإنت هتديني أصوات مقدرها كذا، طب الشبكة إيه؟ طب يعني الأشياء دي كان يتم الاتفاق عليه. في عام 2005 عندما قرر حسني مبارك أن يغير مادة في الدستور وأن يكون الترشيح للانتخابات، يعني اختيار الرئيس عن طريق انتخابات، في الفترة دي كان حسني مبارك حريص على أن يكون شكل الانتخابات شكل حقيقي. القوى السياسية أعلنت بعد فترة أنها ستقاطع هذه الانتخابات، وأعلنت جماعة الإخوان أنها أيضا ستقاطع. أنا كنت سبت الإخوان وقتها، وتقابلت مع واحد من الإخوان الكبار وقلت له قدرا أنتوا هتقطعوا؟ قال آه طبعا هنقطع، وده من أفضل القرارات التي اتخذتها الجماعة. قلت له كويس، بس بعد أسبوع هتغيروا. قال لي لا مش هنغير. بعد أسبوع غيروا وأعلنوا أنه، وأصدر المرشد قرار بأنه مكتب الإرشاد بأن المسلم يجب أن يكون إيجابيا وفاعلا ومؤثرا، وأنه يدلي بصوته، وانزل ادلي بصوتك أيا كان الشخص اللي هتديله عشان يبقى شكل أن في جماهير راحت. فقابلت نفس الشخص وقلت له غيرته، قال لي القرار بتاع التغيير ده أفضل قرار اتخذته الجماعة. كأنه هنا في مايسترو بيعمل كده، النغمة تنزل، يعمل كده النغمة تعلى. فحصل ايه؟ حصل ان كان في اتفاق مع الإخوان ان يكون لهم عدد في البرلمان، ووصل العدد الى 77 واحد.
أحب جماعة الإخوان ووهبها قلبه ولم يدخر جهدا ليكون من المساهمين في نجاحها سنة 1992 في انتخابات النقابة العامة للمحامين في مصر. أحببت جماعة الإخوان ووهبتها قلبي ومشاعري. من قائل هذا القول؟ أنت قرأت قلب الإخوان. بص دوافع هذا طبعا هو انا قائل هذا الكلام. والحقيقه وانا بسجل التجربه بتاعتي وبسجل وبقول للناس وبقول للشباب انتبهوا، لانه من الممكن ان تقودك المشاعر الى مهاوي مجهوله ما تعرفهاش. فعلشان الحب دايما بتاع القلب، بتاع المشاعر، الاعجاب بتاع العقل، بتاع التقدير، بتاع الموازنه، بتاع الترجيح. فثق وتأكد أنه لم يدخل أحد جماعة الإخوان بعقله، ولكنه دخل بقلبه. فدخلت بقلبي وخرجت بعقلي عندما فكرت، عندما أحسنت التفكير. في ملف الإخوان والسادات كان لابد لي من السؤال: من غنم ممن؟ الأمر الآخر الذي طرقته مع ضيفي هو الموافقة من عدمها على الرأي القائل إن أسلمت مصر انطلقت منذ تلك الفترة. لو نطيت للمستقبل وقلت أنور السادات والإخوان، ومين غنم من؟ الإخوان طبعا. إخوان ضحكوا على أنور السادات. أنور السادات كان يظن أنه أكثر دهاء منهم، وأنه يستطيع أن يسيطر وأن يتخذ القرار في الوقت المناسب. إلا أن أنور السادات كان غافلا عن أنه جماعة الإخوان ليس لها وعد، ليس لها دين، ليست لها كلمة، وده حقيقي. هو كان فاكر ويقول، لأنه السادات كان يعرف حسن البنا من سنة 40، كان يتكلم ويقول الشيخ حسن البنا وأنا قابلته وعملنا وسوينا. لكن وبرضه ناس كتير فكرت أن مشروع حسن البنا مختلف نوعا ما عن المشروع اللي بيمارسه الإخوان في هذه الفترات. لا، هو استكمال للمشروع وليس شيئا مختلفا. الإخوان غنموا إن هم بقوا موجودين على الساحة، عادوا إلى الحياة مرة أخرى، أعطاهم السادات قبلة الحياة بعد أن غرقوا تماما، وأعطاهم الفرصة إن هم يستقدموا أعداد كبيرة جدا من الشباب من طلاب الجامعات ويدخلوا، وادالهم الحرية في الحركة في الجامعات والحركة في النقابات المهنية والحركة في كل وسائل الإعلام. قدروا يجتذبوا أعداد كبيرة ثم قتلوا السادات. عام 1992 حدث الزلزال الكبير أسميها في مصر، تذكر جيدا هذا العام. زلزال سبتمبر 92. فوز وفوز الإخوان في نقابة المحامين. أنت شاهد؟ أنا كنت واحد في الفترة دي في انتخابات نقابة المحامين سنة 92. أنا كنت مدير الحملة الانتخابية قائمة الإخوان في نقابة المحامين، وأنا الذي وضعت الخطط الكاملة واللي كونت القوائم. كان في ناس بتظهر في الصورة، صحيح، أخويا الأكبر مني، صديقي يعني مختار نوح، ظاهر صحيح، لكن كان في ناس محترفين. أزعم أنني كنت أحد المحترفين في الانتخابات، وإن أنا ساهمت أنه يدخل مجلس نقابة المحامين 17 واحد على لائحة الإخوان من 24 واحد. في كتابه قلب الإخوان يفرد الخرباوي قسطا كبيرا عن محاكمته داخل التنظيم. ثروة الخرباوي، أعود مجددا إلى قلب الإخوان، حيث أفردت قسط كبير لمحاكمتك. كان في هناك جرم؟ طبعا في جماعة الإخوان إذا فكرت فقد ارتكبت جريمة. فبالتالي أنا فكرت فارتكبت جريمة، ثم فكرت ثم فكرت ثم فكرت، فكانت هناك عدة جرائم. فبالتالي جماعة الإخوان كأنها دولة، لازم تعرف كده.
يعني في محاكم بتنعقد داخل الإخوان وتشكيلات للمحاكم وأحكام سرية وتنعقد جلسة المحاكم. لكن الغريب بقى أنه ليس متاحا أن يستقدم المتهم في محاكم الإخوان محاميا يدافع عنه، أنت دافع عن نفسك. بل إذا أحسنت الدفاع عن نفسك قد تكون هذه تهمة جديدة تضاف إليك، لأن أنت أحسنت، لأن الشيء الوحيد الذي قد يقبل منك أن تقدم آيات الولاء والطاعة وأن تعتذر عما بدر منك حتى ولو لم يكن خطأ. يعني تخيل لما أجي مثلا ألاقي أنه جماعة الإخوان الشباب بتوعها ما بيعرفوش يفكروا كويس، بيتلقنوا بس، فأجي أقول إيه، أقترح، وأنا كنت مسؤول عن مجالات ثقافية في فترة من الفترات، أنا عايز يا جماعة ناس تفكر في مشروع الإخوان وتكتب فيه، وناس تفكر في مشروعات وتكتب في مشروعات مناهضة لمشروع الإخوان، وبعدين نعمل مناظرات بينهم فنشوف قدرة ذلك الذي عد وكتب عن مشروع الإخوان هيقدر يعبر إزاي، وده هيعرف يعبر إزاي كشكل من أشكال التنوع، فتنعقد محاكمة. إيه اللي أنت عايز تعمله ده؟ لما يتقال كان المفروض أمسك كتاب من كتب مصطفى مشهور، كان له كتيبات، ومطلوب مني أن أنا أقرأ الكتيب، أعمل له درس في كتيبة من الكتائب للإخوان في منطقة من المناطق. فلما قرأت الكتيب بتاع مصطفى مشهور لقيت الكلام اللي مكتوب الحقيقة كلام فارغ، أو تقدر تقول زي طه حسين ما قال مرة، تكلم كثيرا ولكنه لم يقل شيئا. فأنا قلت أعمل دراسة نقدية لهذا الكتاب، وقعدت في الكتيبة وأنا أدي المحاضرة عشان ألقي الدراسة النقدية دي الكتاب لمصطفى مشهور. يا نهار اسود، اللي انت عملته ده، انت كده بترتكب جريمه. ازاي تفكر ان انت تنتقد مصطفى مشهور؟ يا عم مش بنتقده، بنتقد الكلام اللي كتبه في الكتيب، لا تنعقد محاكمة. الموت المغلف، اختزلت هذه بهذه الجملة، اختزلت العنف بتاع الاخوان. هل صحيح ما استنتجته انا من خلال هذه الجملة؟ هذه الجملة لك. طبعا، هو بص، يعني الموت من الممكن أن يقدم إليك في طبق من الذهب، ويتقال لك روح الجنة لما هتعمل الموضوع الفلاني، لما هتغتال، لما هتفجر، أنت في طريقك إلى الجنة، لما يدرسوا لك ويحفظوك أناشيد، أخي يا ابن إسلامي هيا نعيد بقرآننا مجدنا من جديد، ونحيي به مش عارف إيه، ونمضي كماة ندك الحديد كما دكها جحفل ابن الوليد، وفي سبيل الله قمنا نبتغي، لا لحزب قد عملنا نحن للدين الفداء. يعني الكلام دوت، الكلام اللي بيدفع النفس أن تثور وأن تغضب مهما، حتى لو لم يكن هناك داعيا للغضب، وبعدين تقدم نفسك للموت. حاجة تانية تعرفها في الموت المغلف، لما الواحد يدخل لجماعة ميتة تقدس الموت فهو ميت. استعرضنا جانبا مما شاهده ثروة الخرباوي من جماعة الإخوان المسلمين عن قرب، وفي الحلقة القادمة نستكمل سويا ملفات حقيبة الخرباوي في برنامج حقائب مع أكرم خزام، فانتظرونا.